الديمقراطية الشعبية بوجدة المحترم. بيان: بكل أسف فوجئنا من داخل الجسم الصحفي بوجدة وجهة الشرق بمستوى الدناءة الإعلامية الذي عبرت عنه قناة الشروق الجزائرية لسان النظام العسكري الجزائري من خلال بثها لشريط فيديو تعمدت فيه الإساءة لشخص الملك محمد السادس نصره الله وإيده، وهي بذلك خاقت جميع قواعد أخلاقيات مهنة الصحافة المتعارف عليها كونيا، وعبرت عن قصور في رؤية وفهم منحط لأبجديات حرية الصحافة. وعليه فإن الجسم الصحفي بوجدة وجهة الشرق يعبر عن استنكاره القوي لهذه الإساءة ولأي استهداف مسيء لرموز المؤسسة الملكية والوطنية المغربية من لدن ماكينة البروباغندا الجزائرية. ونشعركم بيقيننا التام أن هذه القناة التي رسمت حدود التعبئة الرسمية لاستهداف المغرب ورموزه تدرك جيدا أنه سلوك لا يعبر لا من قريب ولا من بعيد عن موقف الشعب الجزائري الشقيق الذي أكد في أكثر من محطة عن احترامه الشديد وتقديره البالغ لشخص الملك كأحد القادة الذين يسعون لتحقيق تقارب الشعوب وتثبيت مرتكزات السلم والأمن والاحترام المتبادل وحسن الجوار، إذ ما فتئ يمد يده للأشقاء في الجزائر لطي صفحة الماضي. لكل ذلك فإننا نتساءل عن سر هذا العداء المتنامي للإعلام الجزائري تجاه المغاربة ومؤسساتهم الذي ينم عن حقد دفين وعن محدودية الاستقلالية والضمير المهني دون اعتبار للمساهمات التي قدمها المغرب من أجل نصرة قضية التحرير الذي خاضها أشقاؤنا بالقطر الجزائري ضد المستعمر الفرنسي. وفي الأخير يجدد أعضاء الجسم الصحفي بوجدة والجهة الشرقية وكل المنتسبين له تأكيدهم أن اسم الملك محمد السادس ضامن أمن واستقرار المملكة المغربية خط أحمر، ويناشدون حكماء وعقلاء الشعب الجزائري إلى وقف هذا التأجيج والدعوات المشبوهة لتسميم علاقات الأخوة بين الشعبين المغربي والجزائري. والسلام عليكم. اليوم كما كتشوفوا ان الجسم الصحفي قرر انه ينظم وقفه احتجاجيه امام القنصليه الجزائريه بمدينه وجده. الوقفه احتجاجيه جات كتنديد واستنكار لما بثته القناه الشروق الجزائريه، القناه التي تحركها ايادي العسكر الجزائري الغاشم. الوقفه اليوم بغينا نوصلوا فيها رساله واضحه ولا غبار عليها، ان المس بشخص الملك هو خط احمر، وبالتالي لا يمكن لاي كان ان يمس بشخص الملك وبالمؤسسات الملكيه بالمغرب. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم نوري عبد القادر مرقب باللاويه صحفي المنطقه الشرقيه. هذا النهار الجمعه مباركه، اجتمعنا جميع الصحفيين في المنطقه الشرقيه وندنا بداك على وقفه احتجاجيه على هذيك جاري هذيك نداء نتاع الشروق اللي قذفت اللي ساءت لصاحب الجلاله نصره الله واياده. وهذا الشيء حنا كصحفيين كننفيو هذا الشيء، وكان وحنايا كصحفيين في المنطقه الشرقيه وفي المغرب كامل كننفيو هذه المسائل اللي كتعمل هذه المعامله الصبيانيه اللي دارتها هذه الشروق. والقواعد نتاع الصحافه في العالم كامل خاصهم يحترموا الرموز نتاع 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 البلاد. ولهذا احنا كصحفيين في المنطقه الشرقيه وصفتنا كجريده وطنيه وجهويين كنندوا نداء شديد، وهذا النهار جينا وقفنا
كإخوة قدام القنصل المحترم نتاع البلد الشقيق الجزائرية. وحنا كنتمناو الجزائري حنايا شعب خاوة، ولكن كي توصل لواحد القمة وتوصل للرمز البلاد يعني خص يكون الاحترام، الاحترام هذا سيدنا والله نصرو. ونتمناو هذه المسائل ما تكررهاش المنابر الجزائرية، وحنا خاوة وبيناتنا دين وعندنا علاقات معهم نسوبية وعندنا علاقات أخوية، كلموا هنايا وخالته لهي وكاين كل شيء. ولهذا حنا خاصة المنطقة الشرقية عندنا واحد نسوبية بزاف مع الأشقاء الجزائريين، ولهذا خص الإعلاميين الجزائريين يعرفوا هذا الشيء ويعرفوا باللي حنا عندنا علاقات. ونتمناو إن شاء الله هذه المسائل ما تكررش، وحنا كنندوا بهذا الشيء. وكنشكر رسلان رسلان فيوز على هذه الاستضافة، وإن شاء الله يكون يعني مسائل أخرى إن شاء الله ما تكررش، ونتمنوا الخير للجميع والسلام عليكم. إذن الإعلان في هذه الشرقية وجدة تنديد بقناة ديال الجزائر لإساءة رموز البلاد، وكذا في عدة مرات كتكون في تصريحات لا صحفية ولا مهنية دنيئة. ولهذا هذا النهار كانت وقفة جميع الجسم الصحفي بجهة وجدة والجهة الشرقية للضامن لكي يوصل رسالة لهذيك القناة باش مرة أخرى إن شاء الله تدخل وتخدم المهنية الصحفية. والله أكبر، وعاش جلالة الملك، نصره الله ونصره العالمين.